الجائزة بدوري بطولة المدارس للعام 2015-2016 مرحلة الإعدادية. فازت مدرسة رفاعة طهطاوي الإعدادية على مدرسة طه حسين الإعدادية بنتيجة 3-1 بضربات ترجيح الجزائية. الدورة كانت نهاية فعاليتها اليوم للمرحلة الإعدادية، وبذلك انتهت فعاليات دوري بيبسي كرة القدم على مستوى إدارة الطور مرحلة ثانوية ومرحلة ابتدائية. التربية والتعليم والشباب والرياضة، ملاعب مراكز الشباب مفتوحة للتربية والتعليم في أي وقت، وإحنا بنستضيفهم في أي دوري، دوري مراكز، دوري المدارس، مرحلة إعدادية، ثانوية، ابتدائية. عندنا صالات برضك للتنس طاولة، يعني عاملين بروتوكول كبير بين الوزارتين الاثنين، وإحنا فاتحين الملاعب اللي مش للتربية والتعليم بس، لجميع الفئات الشباب والأعضاء.